النجارة كهواية جت في السكة، ما كانتش أصلا من هوايتي في البداية. علمتني إن أنا أبقى أقوى في حاجات كتير، مواقف مختلفة كتير، علمتني الاعتماد على النفس بزيادة، وأهم حاجة علمتاني إن البنت تقدر تعمل أي حاجة. أنا خريجة كلية زراعة، اشتغلت فترة في مجالي في تسويق زراعي ولاندسكيب، بعد كده اتجهت بقى ان انا اكتشف نفسي شوية، فروحت للهوايات المنسية بتاعتي وبدأت اتعلم رسم وخط عربي. وانا بتعلم الرسم جاتلي الفكرة، لان احنا كنا بنستخدم حاجة اسمها توال. التوال ده فكرته بسيطة جدا، عبارة عن فريم خشب مشدود عليه قماش وبيدين مادة كيميائية وبيتساب لغاية ما ينشف، وبعد كده بنرسم او نكتب عليه. انا حبيت ان انا يعني اللي كان على بالي ان انا مادام فكرته بسيطه فليه لا، ليه ان انا ما اتعلموش، يعني اتعلم بيتعمل ازاي، صناعته ازاي. بالصدفه كنت على الفيسبوك، فواحده صديقتي لقيتها متصوره على المنشار الكهرباء، بعت سالتها على التفاصيل اتعلمت فين وكده، قالت لي على المكان، وجيت هنا وبدات المشوار بقى بتاع النجار. صعوبات المهنة نفسها، المهنة يدوية، يعني أغلب الحاجات بتعتمد على إيديك، فلازم تبقى قوي بدنيا وذهنيا علشان تقدر تشتغل تستمر فيها. الصعوبات الخارجية بقى اللي هي بداية من نظرة الأهل ونظرة المجتمع، في البداية طبعا كانوا معارضين حاجة زي دي، ما كانوش حابين ان انا اشتغل في المجال زي ده، بس ما يعني انا اصريت على كده وكملت المشوار. اول ما بدأت اعمل توال، بعد كده بقى عملنا حاجات بسيطة كتير زي الكوسترات، الصواني، الترابيزات المتداخلة، الصناديق بتاعت الاكسسوارات، وحاليا دلوقتي بقى بنعمل اوض نوم. من بداية ما اتعلمت المهنة كنت بنزل صوري وانا بشتغل على الاجهزة المختلفة، يعني انا عجبني الموضوع بتاع النجارة وحابة ان انا اكمل فيه، ويعني شايفة نفسي فيه قوي، وحابة ان الورشة الصغيرة دي تكبر تبقى مجموعة ورش متخصصة، وبعد كده تبقى مصنع ومنتجاتنا تتصدر للخارج كمان. وبقول لأي حد الموضوع مش متعلق بكونك ولد ولا كونك بنت، الموضوع ان انت تعرف حلمك ايه هو بالظبط وتمشي وراه لغاية ما تحققه.